بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكباتن الكبيره اللي موجوده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه حسني، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك يا كابتن. بدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاعبين والجهاز الفني والمجلس الاداره على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك للنادي الزمالك. كابتن ايمن، قبل ما نخش في التحليل الحاله التحكيميه، عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا. كنت حضرتك سالتني في الاسبوع الاول من هم افضل طاقم تحكيم في الاسبوع كله. مظبوط. تمام. واحنا من خلال قناه النادي الاهلي يا بلال والفقره التحكيميه قيمنا الحكام بالمعايير مش بالمجامله. احنا قلنا كان افضل طاقم تحكيم كان متكون من محمد عادل كان حكم الميدان، كان يوسف البساطي كان حكم مساعد اللي هم اداروا مباراه الاهلي والاسماعيلي كابتن بلال. صحيح. وقلنا ان احمد الغنور كان على الفار، قلنا الافضل، قلنا الثلاثه دولت كانوا الافضل. ليه وقلنا الافضل؟ مش عشان النادي الاهلي كسب، انه الافضل بمعايير ان كان هناك تفاهم ما بين حكم الساحه وحكم الفار. قلنا الحكم المساعد تميز في بعض الحالات التحكيميه. اذا النهارده رؤيتنا كابتن ايمن من خلال الاستوديو التحليل المحترم اللي احنا بنتكلم فيه مصداقيه ورؤيه التحكيم توافقت تماما 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 مع لجنه الحكام في اختيار طاقم التحكيم القمه اللي هم محمد عادل واحمد الغندور على الفار، ويوسف البساطي كان حكم مساعد باستثناء احمد حسام اللي دخل حكم مساعد رقم واحد. ده اللي انا كنت حابب اقوله يا كابتن ايمن. ليه؟ لان احنا بنقيم الحكام بمعايير مش بنتيجه المباراه ولا باي شيء ثاني غير المعايير اللي هي بتبقى صحيح. دقيقه. بشكل عام بنقول ان طاقم التحكيم النهارده كابتن شريف ادار المباراه بكفاءه، وحاول المباراه صعبه. صعبه ليه؟ لان هناك اختبارات كثيره جدا جدا لحكم الميدان كابتن علاء، حكم مساعد رقم واحد واثنين، ايضا لحكم الفار كان هناك اختبارات كثيره جدا في الصندوق هنا وهنا. نجح بشكل كبير، قد نختلف في حاله او حالتين، ولكن دوت ما يقللش من النهارده الطاقم بالكامل تميز في اداره المباراه، نجحوا نجاح كبير طبعا. وكمان تعيين طاقم التحكيم زي ما قلت توافقت رؤيه لجنه الحكام في تقييمنا لطاقم التحكيم، كان تعيين صائب من لجنه الحكام الرئاسيه. هنروح للحالات سريعا ونمر ونشوف الايجابيات وما يجب تطويره في اداء الحكام. الحاله الاولى نشوف هنا لمسه يد على اكرم توفيق. قلنا دايما هنا لو المخالفه موجوده بنقول انها مخالفه، ولكن هنا شوف ان الكره تصطدم في صدر اكرم، تعمل دروب وبتروح هنا في صدره ولم تذهب الى الايد اطلاقا، وهنا كانت لمسه يد في البدايه. يمكن هو حب يشتغل تحكيمه وقائي شويه يا كابتن علاء، فاحتسب كده لمسه اليد، لكن هنا القرار مش موجود، قرار غير صحيح في احتساب لمسه اليد الاولى. نمر. ستوب. شوف الحكم فين، واول ما نقول شوف الحكم فين نعرف القرار هيجي ازاي كابتن اسامه. خلاص. احيانا بنشوف الحكم بيبقى جاي من دايره نص الملعب. ستوب بس من فضلك لو سمحت. تاني بنقول الحكم فين؟ الحكم فين؟ 90% من القرار صحيح. حلو قوي، حضرتك قلت دلوقتي 90% من القرار. بالظبط. كويس قوي. انا لو حكم متاكد مليون المية، بلاش مليون المية، 99% ان الكرة دي بنالتي. تمام. هل برضو ارجع للفار؟ هنا الفار بيأكد بس. بيأكد على قرارك. بيأكد. لو انت صح خلاص بقول لك كونفيرم، خلاص ركله جزاء انت حسبتها صحيحه. ولكن ربما يكون انت موجود في المكان وقريب ومفيش مشكله، ولكن الحاله تقديرك ليها يبقى خاطئ. هنا الفار بيتدخل. ولكن انا بقول محمد عادل هنا بكل هدوء، خلي بالك هادي جدا جدا صح. جدا اشار على ركله جزاء وحسب ركله جزاء. نشوف ركله جزاء، نشوفها ونشوف هنا علي معلول عمل حاجه جميله جدا، وقف على كورته كابتن علاء، كابتن احمد شريف، وعدى. خلاص انت كحكم مدافع رجليك العرقله جت هنا، واخد الرجل الثابته، وبالتالي كابتن ناصر هل تستدعي الكره دي ركله خلاص ركله جزاء تستدعي انذار لحد ستوب ستوب نقف بس صح. لا هنا في تنافس، يعني هنا كان في تنافس على الكره، يعني مفيش تهور، وبالتالي طالما حسبت ركله جزاء يبقى مفيش فيها انذار يا كابتن موسى. ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لصالح عمرو علي معلول، وقرار صحيح لمحمد علي. نشوف الحاله الثانيه بسرعه، حالة من الحالات المهمة جدا، ونشوف هنا طارق حامد. طبعا هو هنا عادل على طول لم يتردد ابدا في الانذار، ولكن انا برضك مش عاوز ازم الماتش كحاكم، يعني في حاجة اسمها إدارة المباراة. كان ممكن هنا ياخد الصفراء والحمراء.
الاعتراض هنا اعتراض طبعا مش مقبول. الخطأ موجود والصفرة موجودة والتهور موجود والقرار قرار صحيح لمحمد عادل. نمر ونروح الحالة اللي بعد كده. نشوف هنا عمرو السعيد بيستخدم الذراع، وقلنا استخدام الذراع هنا ممكن احسب المخالفة فقط واحسب ودي انذار. عمر السعيد بيد هنا، الايد هنا والذراع مفروده. وعلى فكره محمد ما اداش على اللعبه دي يا كابتن علاء، هو ادى الاعتراض. الاعتراض بالظبط، عشان بس يبقى احنا موضحين، الانذار هنا مش عشان خاطر الحاله ولكن هنا انذار على الاعتراض، وهي دي شخصيه الحكم. عايز اسال سؤال ثاني بعد اذن حضرتك يا كابتن. اتفضل. هل لو اللعيب وهو قايم كده وهو بيسوح وبيعترض قال لفظ خارج، تستدعي كارت اصفر ولا كارت احمر؟ حمراء مباشره. حمراء مباشره خلاص. حمراء، لان الحمراء ليها عقوبتها في المسابقات غير الانذار في كارت احمر. ايوه، طالما انت خرجت عن السلوك لابد ان يكون في حمراء مباشره. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. يلا شوف الحاله اللي جايه، شوف التميز من هنا من الحكم المساعد اللي احنا قلنا يوسف البساطي، على الرغم ان الشناوي هنا صد كابتن بلال، ولكن نشوف هنا التميز. ستوب، شوف تمركز الحكم. ايوه هايل طبعا طبعا، والربط لحظه التمرير ولحظه موقف التسلل من لاعب نادي الزمالك، هو ساب اللعبه تواصل ثم بعد كده خد القرار بالتسلل. على فكره لو كان جت جول كان الفار هنا هيرجع ويشيك ويشوف هل التسلل كان صحيح ولا لا، ولكن انا بشيد ب يوسف البساطي في هذه الحاله كابتن اسامه. يلا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. شوف الحاله اللي جايه ديت، طبعا عمرو السوليه ذكي جدا جدا جدا، على اخر لحظه راح زائق، والطبيعي ان هنا المدافع ما عندوش اي حلول غير ان هو يشوط، وبالتالي هنا الشوط المخالفه هنا هل تستوجب الانذار؟ اه تستوجب الانذار يا كابتن احمد. في ركله جزاء، ركله جزاء هنا لاعب السوليه نجح وزق الكره، ولكن هنا شوف القدم هنا في البطن الاولى، هنا كان يجب انذار لاعب النادي الزمالك اللي هو حمزه المسلوسي. طبعا هو اكتفى باحتساب ركله جزاء فقط. دي حاجات بردك مش هنقف عليها كابتن اسامه، ولكن الاحداث كتيره بنقول ان هو عشان كده كنت بقول لحضرتك يا كابتن ناصر ركله الجزاء الاولى كانت ممكن تستدعي انذار، والثانيه انذار كان ممكن الثانيه انذار، لان الاولانيه ما كانش فيه حدث ان هو حط رجليه بس كابتن اسامه. بحط رجليا كان في تنافس في في تنافس، لما دي مفيش تنافس فيها. بس يلا خلينا نروح ل هنا، خلاص احنا قلنا ركله جزاء لعمرو السوليه صحيحه بنسبه 100%. هنا بقى المشكلة. اللي شوية هتلاقي في ناس اختلفت كتير جدا جدا جدا. مظبوط. هو هنا محمد احتسب الهدف. كابتن أحمد. أيوه. معايا؟ معاك. هنا كرة الحارس صد، راحت لشريف كمل جاب جول. أيوه. أيوه هنا. ستوب. ستوب 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 ستوب. البعض يرى إن الحكم هنا أعاد نتيجة دخول اللعيبة. اللعيبة من الزمالك ولعب الأهلي. هو مين اللي اتدخل النهاردة كابتن علاء في القرار؟ الفار. الفار دخل. الفار ليه حدود يتدخل فيها. دخول لعيبه من هنا ومن هنا دي مش شغله الفار، دي شغله الحكم. ولكن الفار لما تدخل هنا تدخل ليه الحارس. الحارس هنا مفتول اثناء التنفيذ، على الاقل قدم بتبقى متواجده على خط المرمى. هنا طبعا ولا قدم ولا قدم الثانيه، وبالتالي هنا بحيي احمد الغندور. كويس. بحييه تماما تدخله في ان الكره دي تم إعادتها. السؤال هنا يا كابتن برضو عشان الجماهير تعرف، لو كان ابو جبل ما اتحركش واللعيبه لعيبه الفريقين نقف دخلوا هما الاثنين قبل ما قبل ما علي معلول يسدد الضرب، ايه الحل؟ ايه القرار؟ حضرتك قلت لو كان الحارس فضل واقف زي ما هو على الخط ما اتحركش وشريف، انما لعيبه الفريقين دخلوا الفريقين وبعدين الكره اصلا يعني جت هدف ومحمد شريف لعبها يعني. لا ممتاز. ممتاز يا كابتن، سؤال ممتاز جدا 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 يا كابتن. هنا بنقول الفار يتدخل في هذه الحاله ليه؟ لان الهدف جه من مخالفه. كويس. المخالفه جت ازاي؟ ان محمد شريف اخترق قبل التنفيذ. كويس. الحارس ما اتحركش. الحارس موقف سليم. ماشي. هنا بعاقب محمد شريف بركله حره غير مباشره. حتى لو الفريقين دخلوا؟ حتى لو الفريقين، ليه بقى يا كابتن؟ هو مين هنا اللي قصر؟ او مين اللي جاب الهدف؟ شريف. محمد شريف هو اللي استفاد يعني. هو اللي استفاد. زي بالظبط لو المدافع كابتن بلال مش وعاد بس الحارس المطر. الحارس وقف ومدافع زميله دخل وبلال مهاجم جاي يشوط، المدافع راح شايلها. هنا المدافع دخل اثر على بلال. ايوه هعيدها.
زي ما انا كنت هحسب ركله حره غير مباشره على محمد شريف. في النهايه بنقول ان هو اعاد نتيجه تقدم الحارس في هذه الحاله والاعاده صح. نشوف بعد كده ايه اللقطه اللي جايه دي مهمه جدا جدا. خلاص هنا الكره كان هدف وعدت، ولكن طبعا الفار رجع عشان تحرك الحارس. ستوب كرة ستوب تانية. خلاص خلاص. البعض يرى ان هنا في كره جديده موجوده عشان نفهم الناس، مش مؤثر. هل الكره دي اتاثرت؟ لا مش مؤثر. على معلول او على ابو جبل او على ابو جبل خدت نظر مثلا. ولكن السؤال هو هنا مفيش عقوبه؟ مين اللي رمى الكره دي يا كابتن علاء؟ اكيد اكيد مش النادي الاهلي. دكه الفريق اعتقد من الصبيه ما حدش هيرمي لان في تنفيذ. ولكن احنا بنقول ايه؟ القانون بيقول يا كابتن انا النهارده لو ما توصلتش مين اللي رمى الكره ديت في الملعب اوتوماتيك بروح للمدير الفني بديله انذار. هو محمد عادل ما اهتمش بيها قوي، هو قال لك ان ما اثرتش ولكن هنا في عقوبه طبعا. لابد ان يكون في عقوبه. لو انا ما عرفتش مين من الجهاز الفني سواء مدرب لاعب بروح للمدير الفني اللي هو مسؤول بديله طاقه. طب هل تبقى للقانون كويس الكابتن محمد عادل ما اداش العقوبه تمام مراقب. هل مراقب المباراه او فيما بعد يدي عقوبه اللي رمى الكوره دي حاجه بتاعت مسابقات انا يمكن مش هخش فيها. انا بتكلم على المسابقات دي حاجه بتاعت المسابقات اليوم الحق. ولكن هو كان يجب على الرابع او الحكم هوقف واروح على الدكه. لو انا عرفت مين اللي رمى لاعب مدرب اخصائي مش هعرف. ايوه اروح للمدير الفني المسؤول بديله. ولجنه مسابقات ليها الحق دي على حسب اللائحه بتاعتها. طيب تمام يلا خلينا نمر ونروح للعبه اللي بعد كده. خلاص هنا تمام. هنا دخول هنا يعني البعض يعتقد ان هنا فيها حمراء، ولكن انا بقول هنا الصفراء اقصى درجات التهور لان هو يعني ما ارتكبش قوه زايده قوي كابتن ايمن. وهنا الكارت الاصفر موجود ان التنافس او الركل هنا كان من تحت وما راحتش للسرزات وما كانش فيه قوه زايده في هذه الحاله، والانذار هنا انذار مقبول وبمشي مع حكم المباراه في الانذار. نمر ونروح للحق الحاله بعد كده. ركلة جزاء حالة مهمة جدا جدا جدا. هنمشي واحدة واحدة يا كابتن أيمن وهنحلل بقناعاتنا أو بقناعاتي أنا كرجل محلل يعني. نشوف هل هناك تلامس من الأول نشوف نشوف علي معلول. طيب نشوف علي معلول هو مد الرجلين اليمين. كابتن واحدة واحدة هل علي معلول لمس الجزيري ولا ما لمس؟ نروح بس نشوف. ما لمسوش يا كابتن. معايا بلال هل في تلامس من معلول في القدم بتاعه الجزيري ولا مفيش؟ نعيد تاني نشوف هنا السقوط هنا قبل ما علي معلول يعني هو في سقوط انما انا كمدافع مديت رجليا كابتن اسامه ورحت لممها تاني ما كانش في تلامس. ما لمسش ما لمس الجزيري خالص. هل هنا حمدي فتحي ارتكب مخالفه من فوق؟ يعني احنا من تحت مفيش مخالفه كابتن علاء. أيوة. متفقين مظبوط. هنا هل المخالفه من فوق؟ هرجع تاني هل المخالفه هنا من حمدي فتحي؟ خلاص من تحت مفيش مخالفه مفيش زاويه من ورا المرمى يا كابتن. نمر يا كابتن نزق بص وهو هنا بيبتدي يزق بص واخد القرار السقوط استغل تلامس هنا بنقول تحايل يعني الله. انا بستغل التلامس البسيط من المدافع. بص الزاويه دي يا كابتن بستغل التلامس ورا المرمى لما لمسوش يا كابتن. تمام ماشي الكاميرا ورا المرمى تكون اوضح كمان. تمام لا لسه ما زالت اللعبه. نشوف هنا الرجل بص يا كابتن بص نمشي ما لمسوش خلاص نمشي كامل. نمشي لسه تاني نمشي مازال مش جايه في الكادر ده. عاوز اقول انا مش هنقف عليها كتير ولكن انا شايف ان ركله الجزاء يعني مش مقنعه قوي يا كابتن ايمن. دي الزكاه بتاعت كل ماتش وهنا يمكن الفار يمكن الغندور ما عندوش لقطه واضحه وبالتالي مشي مع قرار الحكم ودي يمكن كانت اخر حاله. بشكل عام بنقول التحكيم ناجح النهارده كابتن بلال نتيجه الاختبارات اللي كانت موجوده احداث داخل الصندوق صعوبه المباراه واحداثها وجمهورها نجح محمد عادل بطاقم التحكيم الكامل. ايضا كان هناك توفيق من لجنه الحكام في تعيين هذا الطاقم طبقا لرؤيتنا اللي احنا قلناها في الاسبوع الاول في تحكيمنا للحكام. هنا الاستوديو والفقره التحكيميه عندها المصداقيه وعندها السبق في تقييم الحكام بالمعايير الصحيحه وليست المجامله. كابتن ايمن بروك نادي الاهلي كم من 10 يا كابتن؟
النهارده انا بادي محمد 8:30 يعني 8:30 اللي جوه النص دي كبيره الحاجات الصغيره بقى الاعتراضات والحاجات دي بنقول 8:30 دي حاجه البار النهارده نفس الشيء بدت الاربعه طقم كله 8:30 ودي حاجه بتعتبر في التقييم حاجه عاليه جدا. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس بتاعتنا كابتن كالعاده. شكرا كابتن ايمن. والشكر ايضا موصول لشركه تذكرتي ورجال الامن على التنظيم الرائع اللي حصل في مباراه اليوم، وكمان بنشكر جمهور الناديين اللي حضر النهارده ونتمنى الفتره القادمه زياده عدد الجماهير ان شاء الله. بانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم والتي أقيمت في الأسبوع الثالث للدوري المصري العام الممتاز لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 5-3 مع الرأفة. حابب في النهاية أشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم ألف شكرا كابتن شرفتنا، كابتن أيمن ألف مبروك وشكرا وعقبال اللي جاي بإذن الله بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. كابتن أسامة حسني شرفتنا كابتن ألف شكرا. ألف شكرا كابتن أيمن، والحمد لله أنا كنت متواجد في الأستوديو التحليل التاريخي ده الخماسية، وربنا يديم علينا الخماسيات والثلاثيات يا رب دايما. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نتوج بطولة الدوري ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء ميوب الف شكر كابتن شرفتنا. اشكرك ايما ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته ودايما يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال هداف شرفتنا كابتن. نايم 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 شويه هداف عشان يصحصح هو نايم شويه نايم شويه. الف شكر كابتن شرفتنا كابتن ايمن و الحمد لله على المكسب الكبير وان شاء الله تبقى انطلاقه قويه للنادي الاهلي يا رب. كان نفسنا ان الدوري يستمر عشان الانطلاقه تفضل مستمره بس الحمد لله والسادس يعني. عشان كابتن شريف السادس لا كابتن شريف ما بيعملوش العجب كسبنا 10 هيقول لك عايز ال 11 ده كلام مظبوط صح كابتن ده كلام مظبوط اريك انا كابتن كلام مظبوط تصبح على خير يا كابتن. شكرا كابتن تصبح على خير. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى العمل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي. That's right.